لا تسللت سور الذاكرة في ثواني، لا تسللت سور الذاكرة في ثواني، جيت والليل موحش والمسافة طويلة، أتخيلك تنصاني وأنا في مكاني، كل ليلة وهذه حالتي، كل ليلة أشعل الشمع وأشقلك أحلى الأغاني، وأطربك بالقصيد اللي بيوته ثقيلة، أسحب الكرسي المركون وجلس وزاني جلسة اللي يلبى قلبه ويا حليلة، أسحب الكرسي المركون وجلس وزاني جلسة اللي يلبى قلبه ويا حليلة، قلت أحبك وقلبي قال بين المحاني، والله إن كلمة أحبك بحقه قليلة، وش أسوي وأنا اللي جن فيني جناني، كني اللي الحالة يبقى يهزم قبيلة، إن نسيته ذكرني وإن ذكرته نساني، وإن تركته يا سيدي وين بلقى مثيله، صعبة هلقى مثيله، والمدى ما مداني، والمداني ما عندي قلب يبغى بديله، أول الحب شعر ومفردات ومعاني، وآخره كل حاجة ممكنة مستحيلة، كنت أعاني من غيابه ولا زلت أعاني، ليت الأيام كانت مثل وجهه جميلة، ما فقدت التزاني وإن فقدت التزاني قلت عادي، لأن الوقت ما في حيلة، بس ما يهدم صروحي ويلقي كياني، لو يدور بدل خطته خطة بديلة، ممتلي بالشموخ وممتلي بالتفاني، والعزوم العظيمة والنوايا النبيلة، أدري إن الحياة دروس والعمر فاني، وأدري إن الخليل يحب شوفة خليله، يا وجودي على شوفة ولول ثواني، وجد من ينحني للي قبل ينحني له، يذبل العمر لا ذبلة شموع الأماني، ليه دمع الرجل ما هو بعيب وفشيله. الله عليك، صح الله لسانك، صح الله لسانك. صعبة دموع الرجال صح؟ إيه في المواقف صعبة أحيانا، بس صعبة. للحب فيها عزة، فيها عزة، ولكن دمع الرجل يعني صعب شوي. أكيد بلا شك. مشاهدينا المعروف لا يعرف، معنا الشاعر الجميل والعذب دائما فهد بن شميمي، حياك الله. الله يحييك. صح الله لسانك القصيدة. صح الله بدنك، الله يطول عمرك. نبي ندردش وياك عن أمور الشعر. أبرك الساعات. إيش رأيك بالساحة الكويتية الشعرية بكل صراحة؟ والله الساحة الكويتية يعني جميلة جدا، وهي يعني البوابة الأولى للنجومية كشعراء في الخليج، يطمحون أنهم يعني يظهرون من الساحة الكويتية، لأن هي تعتبر بوابة النجوم ودائما هي السباقة. يعني أخوي فهد يقولون الحين برامج الشعر والمسابقات هي اللي كلت الجو، هل هذا حقيقي؟ فعلا كلت الجو، ولكن لما تركزون في المسابقات تلقون يعني لازم فيه أشخاص كويتيين لأنهم سباقين. الكويت يعني سباقة في كل الأمور الشعرية والمحافل الأدبية. طبعا لا زالت الساحة الكويتية قوية؟ الساحة الكويتية قوية بشعرها، شعرها قوية بشعرها، لأن ما فيه منابر في الكويت كثيرة يعني، بس إنه يعني الشعر موجود في الكويت. حلو. الشاعر فهد بن شويمي شاعر جميل ولك تواجد قديم، لكن خارج مظلة الإعلام، كنت صحيح. مؤخر أو رافض تطلع، والحين طلعت من جديد، شو السبب هذا البعد؟ طبعا بدايتي أنا كنت أكتب القصيد لي، يعني كنت أحب إني أكتب القصيدة أسمعها أصدقائي، أسمعها مثلا اللي بيني وبينهم تواصل من شعراء، ما كنت يعني كنت شاعر هاوي، ولكن الجودة موجودة سابقا وحاليا اللهم لك الحمد. نعم. فكنت أحب أني يعني أكون موجود بين الأصدقاء كشاعر. فبعد الخطوات هذه أني ليش قررت يعني أنك تطلع على الإعلام؟ هي جت فرصة، يعني أنا ما كنت أسعى للنجومية أو الدخول في الساحة الشعبية، بس إنها جت يعني فرصة من ملتقى عمان الأدبي، اتصلوا علي الأخ العزيز خالد المحسن وفهد السعدي. نعم. ورحبت في الفكرة، وكانت يعني اللهم لك الحمد بوابة جميلة. مع أني أنا شاعر كويتي بس إني طلعت من عمان، يعني هذا أنت ويانا اليوم، الله يطول عمرك وتشرف. نقدر نقول يعني متى تعتبر بدايتك الحقيقية؟ لما كنت تكتب الشعر لنفسك ولأصدقائك، ولا لما بديت تظهر إعلاميا؟ يعني تحس أن جودة شعرك أيضا تغيرت؟ والله يعني الحين صرت صوت وصورة وإنسان معروف قدام الناس. لا، الجودة الشعرية يعني كانت موجودة، ولكن الشاعر الذكي اللي يعني ما يطلع لما يكون ملم في جميع شو اسمها جميع الخطوات اللي بيتخذها. نعم.
فأنا كنت ماني مؤيد، ولكن لما جتني الفرصة واستغليت اللهم لك الحمد استغلال جيد، فالجودة الشعرية كانت موجودة سابقا وحاليا. كنت تكتب باسم مستعار مثلا؟ لا لا، يعني كنت باسمي، ولكن كان يعني سابقا كنا في المنتديات وكذا بس على خفيف. على خفيف يعني. فهد من شوي يقول اذكر اذكار المساء واذكر اذكار الصباح. نعم تسمعها. ابشر. يقول اذكر اذكار المساء واذكر اذكار الصباح، لجل تنجو من قثى كل شيطان لعين، حب كل الناس واعمل بايمان وكفاح، خل عزمك يلجم افواه كل الحاقدين، ولا تضيق ان شنوا الحرب اعداء النجاح، دايم الفاشل يحارب نجاح الآخرين، من حسد ما يهتني، من يراقب ما استراح، من بلا خلق الله بيبتلى لو بعد حين، والحياة أشد حدة من خشوم الرماح، ماني عالم لكن أعلم بأن الصبر زين، والحياة أشد حدة من خشوم الرماح، ماني عالم لكن أعلم بأن الصبر زين، والبشر تظلم وتظلم ورع الظلم طاح، جعل حنا مظلومين وما حنا ظالمين، كم مظلوم دعا الله وطنب بالصياح، والله انقهر الرجل شين وإن الظلم شين، والجبل ما هو يزحزح لو نهوج الرياح، كم لها وهي تهوجه من يسار ويمين، طامعين بعفو ربي عسى اللي راح راح، وإننا لله وإن العفو طامعين، والتواضع فيه متعة ولذة وارتياح، التكبر ليه يا أخي ترى الإنسان طين، وجملة الله لا يهينك ما هي ضمن المباح، ربي يلطف من عباده وربي ما يهين، والله أن تقطف ثمار السعادة والنجاح كلما أحسنت ظنك برب العالمين. الله عليك، صح الله لسانك. جميل جدا. أي هو أفضل أو أي هو المقرب لقلبك، أنك تكتب قصيدة عاطفية أو إنسانية اجتماعية؟ والله يعني أنا أشوف كل موضوع وقت مناسب، أحيانا أحتاج أني أكتب مثلا قصيدة اجتماعية أو حكمة، أو أكيد أنه مر علي الموقف هذا فاحتجت أني ألجأ للشعر، لأن الشعر هو الصديق الصادق اللي يعبر عن اللي نفسك، يعبر عن اللي في المشاعر. فأنا احتجت للغزل، احتجت للحكمة، احتجت للألوان الثانية من الشعر، اتجه لها في يعني للشعور، هو اللي يقودني الشعور لها. انا ما اتجه يعني لون معين اقول مثلا بكتب غزل، لا هو يقودني الشعور. انت وين تلقى غزلي الحين؟ ما يخالف نطمع زيادة بشعر غزلي. يقول حبيبة تمسي وملهمتي وفرحة غدي، لك مني الحب والتقدير والاحترام، خلي يدك ترقد وتامن فراحة يدي، يدي هي أرض المحبة والوفاء والسلام، لك حالي ومالي وعافيتي وجسدي، ولك القصايد ويتبختر لك أحلى الكلام، أتوه في الأرض وارجع لك وأنا مهتدي، أحس من دونك الدنيا مداين ظلام، ونمت عيشي عزيزة وسط قلب ولدي، ما يسكنون الكرام إلا قلوب الكرام، سافرت عنك وخلتني الظروف وحدي، ليتك معي لكن ظروفي عليها الملام، ماني على ما يرام وجالس بمفردي، وطيوفك تخلي إحساسي على ما يرام، وإذا الألف كان سيد كل حرف بجدي، فأنتي ألف قلبي وباء ومسك الختام. الله عليك، صح الله لسانك. عاد نقدر نسأل شو الموقف اللي تقول هذا القصيدة شوي؟ لا دائما الشعراء يعني يقول لك احنا هذا حالا نترجمها الى شعر، صحيح، ولكن في بعض الشعراء يخفون هذا شيء وهو واقع. طبعا واقع، صحيح واقع، يعني طبعا طبعا واقع، واقع اكيد اكيد. منو هذه القصيدة؟ هذه الشخص عزيز علي غالي جدا، كنت مسافر وارسلت لها الابيات. يعني نعرف اسمه ولا لا؟ لا اشتغل محمد. زين فهد مشوامي، قاعد نشوف قبل شوي ذكرت اسماء فهد السعدي نوجه له تحيه، وايضا خالد المحسن. شعراء الشباب الكويتيين منو تشوف يعني في ناس متميزه موجوده من الشباب ما بالرعي السابق؟ والله الكويت يعني فيها شعراء كثير مبدعين صراحه، كثير يعني ما ودي اني اذكر اسم وانسى اسم، ولكن الجوده الشعريه في الكويت مرتفعه جدا من زمان يعني، حتى عند الشباب، الفئه الشبابيه حتى عند الشباب. انزين اذا قلنا منو مثالك الاعلى او منو اللي تاثرت انت بطريقته واسلوبه؟ والله انا يعني دائما اركز على النصوص، نص شاعر مثلا انه يكون هذا جميل يحرك مشاعري، يخليني مثلا
أحب أني أكتب يعني نص أقوى من نصه في السابق، ولكن أستاذي واللي أنا يعني استفدت من تجربته ويعني من أكثر الشعراء اللي أثر فيني شعريا هو الشاعر سعد بن جدران الله يرحمه توفى طبعا. نعم، وهو المدرسة الحقيقية للشاعر طبعا. أنا يعني من جمهوره اللي تتلمذت على قصائده. حلو، لو يعني رتبناها مستويات كشعر في دولة الكويت، فهد بن شوي من تأخرت كثيرا عن الإعلام وأنت موجود كشاعر من ناحية جودة وأيضا إبداع واسمك معروف، لكن دخلت الإعلام كجديد، وين تقيم نفسك فهد بن شوي في الساحة الكويتية؟ والله أنا أشوف يعني أنا أشوفني في الصف الأمامي يعني الساحة الكويتية الصف الأول شعريا يعني. هي صفوف مراحل والجودة موجودة في الكويت، بس أنا مع الصف الأمامي يعني. مع منو مثلا من الشعراء؟ عطني أسماء. هنيت وهقيم أحسن. والله ما أحب أني أذكر اسمه أساسا، بس نحن نعرف. بس والله في شعراء كثير يعني، أنا خايف أني أذكر اسم وأنسى اسم، بس أنا يعني حتى الأسماء هذه أنا معهم بعد في الصف الأمامي. منو من الصف الأمامي سيد؟ محمد جار الله السهلي، شوف يعني الحين حطيناك موقف نسيت اسماء، ذكرت اسماء انا ما ودي اذكر وانسى، بس محمد جار الله يعني من استاهل. الاسماء الكبيره اللي يعني مثلوا الشعر تمثيل اكيد نوجه له تحيه ابو جار الله. نبي قصيد، يعني جمهورنا في الكويت متعطش يسمع قصيد. ابشر حاضر. يقول حبيبتي واقتناعي فيك ما يقنعك يقنعك، كيف اقنع شعورك التايه وكيف احتويك؟ الشعر ما ينكتب فيك، الشعر يسمعك ويحب يسمعك لين يذوب في شفتيك، شوفي حروفه وهي تنساب من مبدعك، كانها تقول انتمائي فيك منك إليك، لو ذاقت الأرض قطرة من نقى مدمعك، ما كان وبل السحاب لدمع عينك، شريك يا مجملك يا الجمال الغير يا مروعك، الله على حسنك المغرور والله عليك، تمايلي خلي الورد يتمايل معك ويفوح عطره ويتعطرك ويذوب فيك حتى الجماد يتمنى لو قدر يتبعك، ولا قدر يتبعك لكن وقف يحتريك، والماسة الخاتم المتباهية بصبعك اتغار غيرة شديدة من أساور يديك، أشياءك تحبك وتشريك وتدلعك وطبيعي إنها تبيع العالم وتشتريك، أبنثرك في دروب أحلامي وبجمعك، وإذا انتهيتك أبرجع وانثرك وابتديك، دعك من اللي يقول اني ما احبك، دعك اللي شافني جنبك ما يقدر يجيك، وشلون بشرح لك شعوري وكيف اقنعك؟ توك دريت اني احبك؟ برافو عليك. الله عليك الله عليك، صح الله عليك. بس على فكره شيء تخلي البنات كلهم يبون يصيرون مغرورات ودلوعات. هالقصايد هذه هي اللي تشجعهم على هالصفات. والله احنا نكتب الشعر ان شاء الله انه يكون حلو دلعهم حلو غرورهم. صح. فهد، وين نشوفك في مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل متواجد بقوة؟ والله أنا موجود يعني بالتواصل الاجتماعي، والتواصل الاجتماعي قوة جميلة للشاعر، للاعب، للرسام، للمذيع، للجميع في هذا المجتمع. وأنا موجود بتويتر والإنستغرام. حلو، الأفضل المنابر الشعرية، المحافل الأدبية، ولا تشوف؟ وكان بعد في دائما في كل الجرائد صفحة الأدب الشعبي يعني، هذا هل ما زالت لها رواجها ولا السوشيال ميديا غطت عليها؟ لا كانت موجودة وجميلة يعني، وبس الآن يعني في السوشيال ميديا خلاص هي المكتسح اكتساح. أي فما تحب أنه مثلا ينشر لك قصايد أو ما تسعى؟ حتى لو ينشرون ما راح أحد يقراها يعني، أنا ممكن ننزل تغريدة أو فيديو بالإنستغرام ويوصل، بدل لا يعني ينشرها في جريدة أو مجلة، لما في حد يهتم في الجرائد. لو رجعنا مع فهد بن شويمي قبل شوي، كنت تنشر في الصحف ولا بعد مؤخر؟ ما كنت أنشر والله، بس كانوا لأني كنت أنزل منتديات، فكانوا يأخذون النصوص وينزلونها في مجلة أو في جريدة يعني. والمجلات في أيضا الكويت كانت متخصصة في الشعر، هل ما زالت موجودة لها ثقلها ولا اختلفت؟ الجريدة؟ المجلات. المجلات كانت هي البوابة الوحيدة للشاعر. وكانت يعني تهتم في الشعراء، ولكن العدد كبير.
والمجلة يمكن 30 صفحة فما تكفي جميع الشعراء. فاهتمامها جميل لكن محصور شوي على بعض الشعراء. الآن مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا هي اللي يعني تغني. مفتوحة إيه؟ تغني عن كل هذه تغني عن المجلات وعن الجرائد. بس ما تغني عن الندوات يعني دائما نشوف أمسيات وأصبوحات شعرية طبعاً, طبعا هذه تكمل لأن أنا راح أستفيد مثلا من المقطع اللي منزله في المشاركة في أمسية أو أصبوحة أو ندوة أو أخذ المقطع هذا ونزله عند في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا حلو. نبي نسمع من القصيد. قلت لنا ما شاء الله مواضيع اجتماعية. ما تكتب بالفصحى؟ لا والله ما أكتب لأن الفصحى يعني جميل أن الشخص يعني يهتم في شيء ويجيده لأني لو بحول فصحى وما راح أجيدها في راح يصير فيه تفاوت بالمستوى على الشعبي أني أجيده مثلا إجادة جيدة والفصحى أقل كثير فراح تزعزع. فهل بكل صراحة ليش أنت حذر يعني ما دخلت الإعلام تأخرت لأنك حذر الحين ما تبي تكتب هم بعد الحذر هذا شوي عندك مو حذر بس أنت لازم أنك تهتم بالمادة اللي تقدمها يعني ما يصير أنك تكتب فصيح 30% جودة يعني والنبطي مثلا 90% فحرام اني قاعد ادخل بمكان ما هو مو مزاجي مو مكاني فالشخص اللي يجي مكان مو مكانه ما يقدر فالاتجاه الفصحى ما راح اجيده انا عارف اني ما راح اجيده لذلك انا ما دشيت المجال. احنا على يقين ان فهد بن شويمي اينما حل يحل النجاح والابداع. نبي نسمع قصيد. قصيد على ويش؟ ايه يقول آسف على ويش علمني وش آسف عليه عليه أحيان بعض الحكي المفهوم ما ينفهم ما ينفهم عجزت لفهم كتاباتك وما تحتويه وحاولت أرهم ولكن الحكي ما رهم لا تتهمني بشيء أنا ما لي شغل فيه أما اسمع اللي بقوله ولا لا تتهم لو اللي وسط القلوب بينقرى في الوجيه يمدي عرفت أنك أغلى وأنك أبدأ وهم علمت كلي ورا قلبي وقلبي نزيه صدقتني زين ما صدقتني ما يهم بس المهم مالك إلا تم واللي تبيه ولا تفكر ولا تحاتي ولا تشيل هم محبتي لك محبة أخ يفخر فخيه ومن حاول يكرهك فيني جعلها الوهم الشهم يدمح خطى الغالين لخطوا عليه واللي ما يدمح خطى الغالين ما هو شهم ما هو شهم الله عليك صح والله الله صراحة مسج نبي نعطيه حق ناس وايد صراحة على العموم فهد ساعات الشعراء يحبون أن هم يكتبون أيضا القصيدة المغنى يعني تحب أنك تطرق هالباب هذا ويكون القصائد مغنى والله القصائد المغنى يعني لازم تكون لونها خفيف القصيدة المغنى لازم يكون الكلمات بسيطة اللون هذا الجميل أنا ما اتجهت له والله الغنائي بس ما ترفضه يعني لو انعرض عليك إذا انعرض علي وشي يناسبني ممكن بس يعني. أنت ما راح تأخذ الخطوة مثلا يكون عندك أنا ما راح أبادر أني أقول هذا نص الأبيات تقول والله أبي الفنان الفلاني يغني لا لا, لا 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 أنا ما راح أبادر إذا في نص مثلا يعني عجبهم وقالوا نبي ليش ما تبادر يعني هذا يرجعنا لسؤال محمد أن أنت يعني ما تأخذ المبادرة أنا أقول يعني الشاعر يهتم في المادة اللي عنده يعتبرها مثل بنته أو مثل ولده يهتم فيها ما يروح يعرضها ايش رايك فيها حلوه عجبتك فالاحترام للماده اللي تكتبها انت اللي تعبت عليها فانا ما راح اعرضها اذا عجبتك وحبيت انك تكلمني وتقول لي انا بالنص هذا فابرك الساعات ما كلمتني فانا يعني ماني مجبور اني اجيك ومنو من الفنانين تحب انه يغني لك يعني تعطيني اسم من المطربين والله انا احب يعني الفنانين يعني واجد والله ولكن يعني عبد الكريم عبد القادر يمكن اكثر واحد اسمع او عباد الجوهر بعد يا سلام خوش اختيارات هذا كلاسيك اكيد شرفتنا فهد بن شويمي كنت ضيف رائع وايضا شاعر جميل مبدع اتمنى لك التوفيق واتمنى بعد كفايه حذر دش خلاص نبيك دش باذن الله ان شاء الله نشكرك جدا على وجودك معنا واستمتعنا وايد بكلماتك الجميلة تبي تختم معنا بقصيدة ولا تبي تقول كلمة المشاهدين والله أنا أول شيء أشكركم وشكرا على الاستضافة وعلى حسن الاستقبال وإن شاء الله نكون قدمنا ليلة من أحلى الليالي إن شاء الله يا هلا مرحبا فيكم شكرا لك وصلنا الختام وإن شاء الله بكرة نلتقي فيكم وليلة جديدة من ليالي الكويت تصبحون على خير